كيف بمرور 6 سنين اللي عطيتي الجمعية الدايلاب، شو بتحب وحب تقولي للدكتورة جاكي معلوف من خلالنا اليوم؟ أول شيء بدي أتشكر دكتورة جاكي معلوف إنك عرفتيني هيدي السنة على جمعية دايلاب وخليتيني أكون نوايا الحسنة، سفيرة النوايا الحسنة، وقد ما في عم جرب أعمل سبورت وتعرفت أكثر على أمور أنا أبداً ما كنت أعرفها وكنت أجهلها، ولهلا على السوشيال ميديا من خلال البوست على انستا، واسم الله كثير نشيطين، كل مرة عم بتعلم شيء جديد، وعلى بالي وصل كل هودي الأفكار وكل هيدي القضية للفانس، وبتعرف هلا من خلال السوشيال ميديا صار الارتست كثير قريب للفنانين للفانز. سو بتمنى كمان اليوم بالجالا دينر اعمل شيء كثير بيرفورمانس مهضوم، اقدر قد ما في اعمل سبورت للجمعيه. شو المشاريع اللي رح تقومي فيها مستقبلا، رح تدعمي فيها من خلال الجمعيه؟ مدام جاكي دائما بتطرح علي كل النشاطات اللي عم يعملوها، انا حسب وقتي اكيد وحسب الافيلابيلتي اكيد عم جرب فضي وقتي، عم جرب كون معهم من خلال الكامبس اللي بيعملون او التوعيه او امور نشاطات عديده يعني اسم الله عليهم، فعم جرب هيدي السنه قد ما في يكون معهم، ودائما حط بوست على الانستا جرب ادعي كل الفانز يكونوا معنا. عم تلاقي مايا رجع صدى للدعوات اللي عم تقومي فيها والحملات اللي عم تقومي فيها، حملات التوعيه؟ الصراحه توقعت انه ما يكون في كثير اقبال، بس كثير في كومنتس، كثير في فانز عم يسالوا، بيبعتوا برايفت مسجز، عم جرب يكونوا معنا، سو كثير حلو، واصلا يمكن في كثير امور كل انسان لازم يعرفها، خاصه لو ما عنده مرض السكري، بس حقيقي يعمل وقايه او بس انه يعمل حمايه من هيدا المرض. مايا في كثير اكيد مرضى سكري عم يتابعونا اليوم، فشو نصيحتك لهم، شو بتقولي لهم من خلال؟ اولهم بي بتقله دائما ما يعني ما تخلوا السكر يسيطر على حياتكم، انتم فيكم تسيطروا عليه من خلال المعرفه، من خلال النولج، ودائما كلوا هيلثي، اعملوا سبور، كل هيدي الامور يعني اكيد ان شاء الله بتخليكم تعيشوا مثل الحياه لانسان عادي. شو بتحب تقول للدكتورة جاكي معلوف من خلالنا؟ بدي أقول لها يعطيها ألف عافية، لأنه دكتورة جاكي أثبتت يعني سنة عن سنة عم تتطور الجمعية وثبتت نشاطها، يعني يعطيها ألف عافية، ولأنه العمل عم بيكون عمل إنساني والأمراض السكري، وهذا المرض يعني الله يبعده عن كل الناس، مرض مش حلو، يعني ضروري يكون في معالجة، وضروري في يكون تنبيه كرمال موضوع السكري. أنا شاركت السنة الماضية وبالدعاية، وهالسنة هيك حبيت أكون كمان شارك بالعشاء السنوي، فيعطيها ألف عافية عن جد اللي عم تعمله، يعني شيء كتير كبير وكلنا لازم نكون حدها. نادر هذه مبادرات فردية اللي عم تقوم فيها الدكتورة جاكي بغياب دعم وزارة الصحة، فأنتوا كفنانين اللي عندكم قاعدة جماهيرية كتير كبيرة، كيف قادرين تدعموا أعمال هذه الجمعية؟ اكيد بالتواجد، يعني عم اقول لك عملنا دعايه السنه الماضيه، وكذا حدا يعني كذا حدا حكى واهتم بهذا الموضوع من اصحابنا ومن علاقاتنا، فتواجدنا يعني تواجدنا بهيك محل يعني كافي بتصور. عم تلاقوا رجع صدى للاسس اللي عم تقوموا فيها حملات التوعيه؟ ايه اكيد، وانا بدي يعني بدي نادي الكل يكونوا يعني كل حدا بيقدر يساهم ما يقصر، لأنه في عالم بحاجة تعالج من هذا المرض، في عالم قادرة كمان بنفس الوقت تكون حد هيدي الناس، فأنا بدعي الكل، كل حدا قادر ما لازم يبخل بشيء. نادر في كثير من اللي عم بيتابعونا المشاهدين ومن فانزاتك يمكن بيعانوا من مرضى السكري، فشو نصيحتك لهم اليوم من خلالنا؟ الله يشفي الجميع يا رب، ويبعد عنه المرض، يعني يبعد عنه هذا المرض بالعلاج ان شاء الله، يعني كله بينشفى بالعلاج، واكيد ينتبهوا من السكر، يعني كل شيء بقول عنه الحكيم، كل شيء بينتبهوا كثير منيح، والسكر هو بالنسبه لي، يعني انا كل حدا بيعمل سبور بيعمل رياضه، السكر هو سم للجسم اذا بدك، يعني المفروض يكون بكميه كثير قليله، كلنا ننتبه من هذا الموضوع ونسلم نحط عيننا بعين ربنا والله الشافي. اليوم عم نحتفل بمرور 6 سنين على تأسيس جمعية دايلاب، فبداية شو بتحب تقول للدكتورة جاكي معلوف من خلالنا؟ الله يخليكي بهالهمة، عم تعمل مشروع إنساني كتير كبير من وراء تجربة شخصية، وأنا من الأشخاص اللي بأحد السنين كنت عم شارك معهم بالحملة تبعهم، نزلنا بالكتيب، هيك مشاريع بعتبرها دعما للإنسان، توعية للواحد يخاوي مرضه وما يعتبره عدوه، وكذا طلعة تلفزيونية وإذاعية أعلنت عن هالموضوع، وكنت أنا لسان حال هالجمعية هيدي، بقول لها الله يعطيك العافية لحتى تكوني جزء من هالأجزاء الكبيرة اللي هي
تدعو الإنسان لحتى يوعى على واجباته ويعرف أنه هو طبيب نفسه إذا قصد وإذا عرف فكر صح. عارف البيت وعارف الحي وعارف البوابة راجع من الغرب فردش عن غيابي ويك فرق اسمي عدر في الشباب يا ريت في بالي كآبت الغربي من دون كآبت. بالنادات اليوم عم نحتفل بموروث السنة على تأسيس جمعية دايا لاب، فشو بتحب تقولي لدكتورة جاكي معلوف من خلالنا بداية؟ أول شيء بدي أقول لها ألف مبروك، بدي أقول لها العمر الطويل لديالاب اللي هي هالمؤسسة النون بروفيت اللي عم تتعب وعم تشتغل بشكل دؤوب لحتى تساعد مرضى السكري ولحتى توعي، وهو هيدا الشيء الأهم، هو أنك توعي الناس من مخاطر مرض السكري. وبقول أنا أنه المنيح أنه عم نتوقع من خلال دكتورة جاكي معلوف ومن خلال اهتمامها بهيدا المرض وبأنها تنشر هيدا المرض وتوعي الناس على هيدا المرض، عم نقدر انه نتوقع منه، واللي هي الوقاية خير من ألف علاج. برنادات، قد ايه انتم كفنانين اللي عندكم قاعدة جماهيرية كتير كبيرة قادرين تدعموا هيدي الجمعية بطريقة أو بأخرى وتساهموا بنشر الوعي الكافي؟ أكيد طبعا، نحن مجرد أنه حضورنا لهيدا الحفلة، مجرد أنه التواصل الدائم معها بخلال مسيرتها، بخلال السنة اللي هي عم تشتغل فيها، عم بتبرم بالمناطق، عم بتوعي الناس، أنه نكون نحن حدا، أنه نظهر معها، هيدا الشيء بيشجع العالم أنه يجوا، لأنه فرق بين أنه الناس اللي مش معروفة تكون عم بتجرب تروح على المناطق النائية فالعالم ما بتعرفها وما كتير بتتشجع، وفرق بينما أنه وجه معروف يدعي الناس أنهم يجوا ويحضروا فالعالم تحب وبتنبسط وبتتشجع أكثر أنها تجي وتتعرف أكثر على مخاطر هيدا المرض وعلى كيفية الوقاية منه. شو نصيحتك اليوم أو شو دعوتك لكل مرضى السكري اللي عم بتابعونا؟ لك أنا بقول أنه أهم شيء أنه الواحد يضل يقرأ، أنه يضل يتابع، يضل يلاحق يعمل فحص بشكل دائم، ينتبه للأكل، ينتبه لصحته، لأنه أهم شيء بالدنيا هي الصحة، ومن بعدها كل الأشياء الثانية بتصير تحصيل حاصل. دكتورة جاكي، اليوم عم نحتفل بالعيد السنوي السادس لتأسيس الجمعية، فمن ست سنين لهلأ شو اختلف بالجمعية وشو أبرز الإنجازات اللي حققتها خلال هالست سنين؟ يعني بدي أقول لك مثل ما منقول بالعربي الدارج، وين كنا وين صرنا. للحقيقة يمكن ما كنت بحلم نصير مطرح ما صرنا اليوم، بس هيدي مش النهاية، هيدي البداية. كل ما عم نحس حالنا تقدمنا، كل ما المسؤولية عم تكبر أكتر على عاتقنا. دي بتحسي عم تلاقي هالحملات رجع صدى عند الناس وعند مرضى السكري تحديدا؟ ما في شك إنه عم نكتشف كتير حالات خلال حملاتنا، وما في شك إنه كل مرة عم نكتشف قديه مهم الوعي وزيارة الطبيب، اللي هن أهم شيء عنا. دائما منوجه لزيارة الطبيب الاختصاصي، جدا مهمة، ولكن الملاحقة المتابعة بعدين هي الأهم. وأوقات كتير من خلال التوعية بتقدر يا أما الواحد ما يوصل يصير مريض سكري، والأهم إذا كان مريض سكري بيقدر يتجنب المضاعفات. نحن من خلال هالحملات عم نحس قديه عم نقدر نفيد المجتمع، ولكن مثل ما ذكرت يعني عملنا الكثير ويبقى الأكثر، ونحن هيدا الشيء حاسين فيه ومنتمنى ومنطمح انه نقدر نقدم اكثر للمجتمع، ولكن عم نتصرف على قد امكاناتنا. ان شاء الله يا رب لمن عم ينشاف هالنتيجه الايجابيه يكون عندنا الدعم الكافي لنقدر نلبي كافه الطلبات،